بسم الله الرحمن الرحيم ونسأله أن يمن علينا وعليكم بجزيل محبته وعظيم مغفرته من شرح الله صدره ونور قلبه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الهداه وأصحابه السالكين مسلك النجاه وعلى من تبعهم في ذلك الدرب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا الله صفه من الصفات التي يظل الله اصحابها في ظله يوم لا ظل الا ظله المحبه في الله والاخوه فيه والاجتماع عليه والتفرق عليه وحفظ العهد في الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم في ذكر المتحابين في الله جل وعلا الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ناخذ انموذجا من هذه النماذج الطيبه الطاهره النقيه في حلقتنا هذه انموذجا عاليا شريفا كريما من صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهما الامامان الكريمان ابو الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهما وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأكد بينهما الأخوة وكان نعم الأخوين يتعاونان على البر والتقوى جاء في صحيح البخاري آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أي هو كثير الإقبال على الطاعة والعبادة والصلاة والاستغفار والصوم، لا يلتفت إلى أهله ولا إلى بيته ولا إلى ماله ولا إلى دنياه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، فقال أبو الدرداء إني صايم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل معي أي تشاركني في أكلي، فأفطر أبو الدرداء وأكل مع أخيه سلمان، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم الليل فقال له سلمان نم ثم أراد أبو الدرداء أن يقوم فقال له سلمان نم ثم أراد أن يقوم فقال نم حتى كان آخر الليل قال سلمان الآن قم فقام فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صدق سلمان فقد كان ذا فقه في دين الله سبحانه وتعالى وقد كتب مره ابو الدرداء الى سلمان سلام عليك اما بعد فان الله قد رزقني بعدك مالا وولدا وقد نزلت بالارض المقدسه فكتب اليه سلمان سلام عليك اما بعد فانك قد كتبت الي ان الله رزقك بعدي بمال وولد وان الخير ليس بكثره المال والولد ولكن الخير ان يعظم حلمك وان ينفعك علمك وكتبت الي بانك نزلت في الارض المقدسه واعلم يا اخي ان الارض لا تقدس احدا ولا تعمل لاحد فاعمل كانك ترى اي عمل اهل الاحسان واعدد نفسك في الموتى عن البحتري قال جاء الاشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي الى سلمان فدخل عليه في ناحيه المدائن فاتياه فسلم عليه وحياه ثم قال انت سلمان الفارسي قال نعم انا سلمان الفارسي ثم قال انت صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال سلمان لا ادري فقال الرجلان لعله ليس الرجل الذي نريد لعله شخص آخر تناجي أن يعني يذهب من عنده فقال لهما سلمان الفارسي ما بالكما أنا صاحبكما الذي تريدان قد رأيت رسول الله وقد جلست معه وإنما صاحبه الذي يدخل معه الجنة ولا أدري كيف يكون حالي رضي الله عنه وأرضاه إنما صاحبه الذي يدخل معه الجنة قال جئناك من عندي أخ لك بالشام قال من هو؟ قال أبو الدرداء قال فأين هديته التي أرسلها معكم؟ قالوا لم يرسل معنا بهدية. قال لا أخي أبو الدرداء لم يأتي من عنده أحد إلي إلا ويرسل معه هدية. أعطوني الهدية التي أرسلها أبو الدرداء. قالوا لم يرسل معنا بشيء، ولكن هذه أموالنا لك حلال. إن أردت أن تأخذ شيئا منها فخذ. قال لا حاجة لي بأموالكم، ولكن أريد الهدية التي أرسلها معكم أخي أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: لم يبعث معنا أخوك لك شيئا إلا أنه قال لنا إن فيكم رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا به لم يبغي أحدا غيره يعني لم يقرب آخر ولم يدعو آخر كان يجلس معه وقتا طويلا منفردين عليه رضوان الله ورحمته وبركاته فإن أتيتماه فأقرئاه مني السلام فقال سلمان هدية والله، واي هدية افضل من هذه؟ السلام تحية من عند الله مباركة طيبة. لعظمة تعلقه بأخيه ومحبته لأخيه، كان يريد ان يسمع سلامه له من بعيد، وبقي على المودة في الله والمحبة له، والقصص كثيرة وطويلة في تراسلهما وكتابة بعضهما لبعض، وإسقاط كل منهما حقه للآخر اجتمع عليه. وتفرق عليه كيف لا وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسالة عظمى من هذا إلى كل مؤمن له إخوان في الله جل وعلا بعد الديار وبعد المسافات وبعد الأوطان وتباعد الزمان لا ينبغي أن يشغلك عن إخوانك ولا أن ينسيك حقوقهم ولا أن يجعلك تغفل عن إقامة ما يجب عليهم وأن تحفظ ودهم كما لم أنهم بجانبك ولا تكن كمن اذا غاب صاحبه عن عينه غاب كذلك عن قلبه فتكون مقصرا في حق الاخوه في الله التي يظل الله اربابها في ظله يوم لا ظل الا ظله انه سميع مجيب جمعنا الله واياكم وسلمان الفارسي وابي الدرداء في ظل عرشه الكريم يوم لا ظل الا ظله انه جواد رحيم والحمد لله رب العالمين.